اصبحنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا سوق دمنهور الدولي الحكومي ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 8/4/2023 وتعالوا شوفوا اسعار العجول الذكوره اللحم البقري. بسم الله ما شاء الله الله اكبر الله اكبر ما شاء الله اللهم صل عليك يا الله اكبر على المال يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا صباح يا معلمي كل سنه طيب يا غالي ماشي كام الكيلو جاي من النهارده بكام والله بالامان بكام اللي ماشي الثابت يعني ثابت ب 100 الله يبارك لك بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي بسم الله ما شاء الله تجار يا جماعه قاعد بتقول الكيلو ب 100 وفي بيقول ب 120 وفي بيقول ب 125 ما احناش عارفين الحقيقه فين بمرض الله اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا الله اكبر تفرج ومتع عليك وتصلى على حبيبك النبي اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله مال يا جماعه من المال الطيب اهو بسم الله ما شاء الله صباح الفل يا رجاله ماشي كامل كيلو جاي من النهارده كام يا حاج جاي من كيلو النهارده؟ 125 يا جماعه الكيلو جاي 125 جنيه الكيلو جاي بسم الله ما شاء الله الله ما شاء الله الله اكبر العجول الصفرة اللحم البقري يا جماعه في سوق دمنهور ب 125 جنيه الكيلو جايب دي الميزانه بتاعت سوق دمنهور الكيلو ب 125 جنيه جايب اللهم صل عليك يا نبي زي ما قالوا التجار يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر في ب 130 كمان 125 الله يبارك لك يا معلم 125 يا جماعه و 120 الكيلو قايم بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي ربنا يصلح حال الكل يا رب ويسر امر الجميع يا رب بسم الله ما شاء الله سوق دمنهور الدولي العمومي النهارده يا جماعه بسم الله ما شاء الله ماشي كامل كيلو جاي من النهارده 160 مشفي دي بلاش اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر بسم الله ما شاء الله العجول الذكوره اللحم البقر يا جدعان بسم الله ما شاء الله على المال الله اكبر اللهم صل عليك يا نبي تفرج ومل عليك وصل على حبيبك النبي الله اكبر بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الكيلو ماشي كام جاي يا حاج النهارده والله 120 و125 بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي الله اكبر بكام الكيلو جاي 120 الله يبارك لك يا حاج 120 جنيه الكيلو جاي انت بتهبط العمل انت هتقول يا عم الحقيقه بمرض الله ها مية وثلاثين منين يا معلم انت منين محمودية تجار المحمودية الله يبارك له صباحكم ابيض يا رجالي الله يبارك ماشي كامل كيلو جاي يا صاحبي ها 118 تلاعب في الاسعار مع التجار زي ما انتم شايفين اللي بيقول ب 100 واللي بيقول ب 120 واللي بيقول ب 118 محدش عارف حاجه في اي حاجه وربنا يرفيها من عنده يا رب العباد بسم الله ما شاء الله سوق دمنهور يا جماعه الدولي العمومي اكبر سوق في جمهوريه مصر العربيه اللهم صل عليك يا نبي مال وخير يا جماعه من داخل السوق زي ما انتم شايفين اهو بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي اكبر سوق مساحه كبيره يا جماعه واكبر اعداد من العالم والمواشي في السوق زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله ناس كتير علوفات الناس يا جماعه بتسترزق وبتاكل عيش من سوق دمنهور ربنا يصلح حالهم يا رب ويصلح حال الجميع بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا جماعه اهو سوق دمنهور الدولي العمومي في جمهورية مصر العربية ربنا يصلح حال الكل يا رب
ويصلح حال الجميع. واحنا بنشكر السيد محافظ البحيره على الامن والامان في سوق طبعون. صباح الفل يا غالي، عامل ايه؟ كل سنه طيب. الله يبارك لك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كريم. الله اكبر، الخير والمال يا جماعه اللي داخل سوق طبعون، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليه كريم. زي ما انتم شايفين يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. مرة يمل عليك وتصلى على حبيبك النبي، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. الخير يا جماعة اللي داخل السوق مغرورة أهوت زي ما أنتم شايفين، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. خير يا جماعه ده فخور تمنور اهو، بسم الله ما شاء الله، ربنا يسلم حال الكل يا رب، اللهم امين، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا كرة باللحم البقري يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، خير من داخل السوق، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر. اتفرج ومل عينيك وصلى على حبيبك الناس، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر، اللهم صل عليك يا نبي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل عليك، اللهم صل عليك، ربنا يصلح حال الجميع يا رب، اللهم امين. وربنا يعود الايام الطيبه على امه محمد عليه الصلاه والسلام بالخير يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. اذكر الله وقل لا اله الا الله، ربنا يبعد عنك وعننا البلاء يا رب، اللهم امين. يا رب تهدي جميع المسلمين يا رب العالمين، الله اكبر، الله اكبر. طبعا الغايب ربنا يرجعه بالسلامه، واللي مشتاق الفرح ربنا يفرحه، واللي مات الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين يا رب العالمين، وربنا يهدي جميع المسلمين يا رب العالمين. واشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر، هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المهاش اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.